اوكي على زي ما انتم شايفين التحدي، احنا موجودين مع حركات الزعبله في تحدي على طول، عشان طبعا يا لوي حركات بيتحداني هو زعبله. ابو علي على الكرسي، الحمد لله قعدنا على الكرسي. ايه ده ابو علي مش لاقي كرسي ليه؟ زعبله ما لقيش كرسي. ادي بالي قلت لكم ما تكسروا يا حبيبي. زعبله انت فين يا زعبله؟ عايزين طردوني يا لوي من اول مره كده. انا كده فهمت اللعبه خلاص. انت يا زعبله؟ لا 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 الحمد لله لحقت الكرسي. او ماي جاد او ماي جاد، البنت مش هتلحق. الو في واحده اتطردت. ابو علي المره دي اجي جنبك. مين؟ لا مش عايز اجي جنبك. حركات النوب. ايوه قعدت على الكرسي. واجي ماري مش راكش يا حبيبي. الكرسي هيكون بتاعي. الكرسي هيكون بتاعك. طبعا فكره اللعبه اللي هي ان احنا اول ما الموسيقى بتقف بنور الكرسي. اوكي بسرعه 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 بسرعه. ليتس جو. يبي 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 لحقت الكرسي. الو في واحد اتطرد. هو اللي بيقول لي واحد لابس حركات اهو بره. انا بشجعك حركات، انا بشجعك. يلا تسوي بسرعه. او ماي جاد الحمد لله حركات الفرخه. كنت عايز اخد منه الكرسي. لا يا حبيبي مش ولا انت اللي تموت. انا مش كنت ما حبش كتبه باسمي. كتبه باسمك. اوكي لحقت الكرسي. اوه واحد ما تجيش حركات الطرد تاني. ايه ده يا حبيبي كلنا نمشي ولا ايه؟ مش عارف. بسرعه 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 بسرعه. كرسي بليز. لا عايز اكون قدام الكرسي. ايوه الحمد لله لحقت الكرسي. الواد اتطرد على وشي. فين؟ اتبقى بس اربعه. يلا يا ابو علي انا بشجعك حركات بشجعك. الواد اللي لابس تيشيرت ميسي ده بشجعه برضه عشان بحب ميسي. يا عز عبد الله يا غدار. اوكي ده لابس تيشيرت ميسي. انت بتشجع ميسي يا ابني ولا بتشجعنا؟ يا ابو علي انا محتاج اسال. ميسي طبعا. يا عز عبد الله غدار ميسي. قولي قولي بسرعه بسرعه بسرعه. واجي ماني مش هلاقيكش يا حبيبي. انا بشجع رونالدو. رونالدو يا عم بس خليك تركز في كلمتك وخسرتني. اسمه رونالدو. اسمه رونالدو يا ابني. او ماي جاد خسرني بسبب ان هو قال الاسم غلط. يا حبيبي مش دي خدعه. ميسي ضد رونالدو. اوكي ميسي ورونالدو ليتس جو. ميسي ورونالدو اللي كسب. يا ابني هو عشان بيشجع الحركات اللي كسب. قالوا شايفين الوينر حركات كسب على طول. او ماي جاد حركات محترف في لعبه الكرسي. اوعى حبيبي مش بتشجع الكرسي باسمي. مش انا بكتب على طول حركات اللي بيكسب. بص على طول في ثانيه على الويب. اوكي طبعا دخلنا تحدي تاني مع جيش حركات. بص طبعا جيش حركات كتير على الويب لابسين نفس اللبس بتاعه. زعبولة عايزين نكسب المره دي. زعبولة زعبولة اوعى تموت. البنت مش لاقي كرسي يعني. بص عماله تبص ازاي. خلاص هي خسرت اصلا. الوقت خلص يا علوي. اوكي هنلف. وطبعا اهم حاجه في اللعبه هو بيمشي لوحده. اهم حاجه ان احنا نكون مركزين على كرسي. ليتس جو. معلش انت بتفضل الكرسي بتاعي يا زعبوله. ابعد بعيد عني يا زعبوله. انا هسيب لك المكان وامشي عشان عاوز اكسب بصراحه. واجي مالي مش هكسبكم بقى كمان. تكسبنا مره كمان. لا يا حبيبي المره دي انا مركز على الكرسي. او ماي جاد مالي ركز. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يبي 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 زعبولة ينوب زعبولة ينوب. اوكي الحمد لله كان شنو اللي مات. او ماي جاد كنت هتخسرني يا زعبولة. ما انا عملت كده. انت اللي عايز تمشي من جنبي. انا امشي من جنبك ازاي بس؟ المشكلة لو مشيت من جنبك فيه بص واحد من فريق حركات برضو. اوكي شركة الحرامية هيسرقوا الكرسي بتاعي. معلش انا بص بقى لحق الكرسي بتاعي. انت روح بص جنبهم. جنبهم استنى بس. ايوه عايز انط هنا. ما ينفعش. وانا مالي مش انت لو نطيت وانا ما نطيتش هتموت برضو. هموت؟ لا مش هموت يا حبيبي. انا مش رايح الكرسي ولازم اكسب. اوكي اتحداك ان انا اكسب حركات. هتشوف يا حبيبي. معلش امال انا اعمل ايه يعني؟ مش محسوب ولا ايه؟ انا اللي اكسب. انا بص المره دي خلاص زعبوله لازم يكسب. اوكي زعبوله لحق الكرسي الحمد لله. حركات والواد ده. اوكي اتنين من شركه الحراميه بس احنا طبعا العلويه عايزين نكسب. ايه ده مش لاقي ولا واحد من جيش العلويه ولا معلي واحد من جيش الزعبيل حتى. اوكي ولا واحد من جيش العلويه ولا واحد من جيش الزعبيل. ايه ده الواد اللي من شركه الحراميه اتطرد. ايه يا حبيبي كان مش تاني واحد من فريق. ايوه انطردنا واحد من فريق. تلات كراسي واحنا اربعه علوية. اما نشوف بسرعه بسرعه بسرعه. يا رب يا رب يا رب الحمد لله لحقت الكرسي. يا ابو علي سلمت الكرسي بتاعي. ابو علي غشاش والله سلمت الكرسي بتاعي. انا اقدم شكوى. اقدم شكوى يا حبيبي ورينا تقدم شكوى فين. اوكي دلوقتي تركيز. اجي ابو علي مش هنكسب يا حبيبي. اسكت يا واد انت مش عايزك تكلمني. اوكي لا الواد كل ما بيكلمني بيخسرني يا علوي. ازاي البنت سرقت الكرسي؟ والله انا قعدت قبلها. والله يا علوي قعدت قبلها. بص حركات والبنت. اوكي حركات والبنت نشوف مين اللي هيقعد. ليتس جو. طيب اوكي البنت اللي كسبت. يا حبيبي اذا ما تشوف بنوته دي تكسبني ولا مش قدامي ولا اذا ما هي اللي تكسب. يا حركات يا دوب. البنت بتقعد على الكرسي في ثانيه. قال له مش عارف بصراحه اذا كانت شاريه حاجه ولا لا. هي ازاي البنت بتقعد كده بسرعه؟ معلش اعتقد عشان بص هي رفيعه. رفيعه ايه يا ابني؟ بلاش علاقه بالرفيع ولا التخين. على الاقل المفروض اكسب ماتش يعني. استحالك. ايه ده الواد ازاي قاعد على الكرسي كده؟ قوم يا واد
اوكي المفروض انا اكسب بره، يعني مش عارف ازاي البنت بصراحه كسبتني. زعبوله تاني يعني؟ انا مش عايز زعبوله بقى جنبي ولا عايز اتجمع معايا عشان انت بتسرق الكرسي بتاعي. اوكي في كراسي كتير ما تقلقش، طبعا عشان في كراسي كتير على الواد دلوقتي. بص الواد ده يطرد كانشنش ده، والواد ده يطرد وخلاص ملقوش كراسي. اوكي دول بره خلاص. طبعا بص كم واحد اتطرد على الواد، واحد اسمه حركات ومش عارف ايه اتطرد، وطبعا في ناس تانيه غيرها كتير. بص بيقول لي ازيك يا ابو علي، عايزني اقول لك الحمد لله، وبعد كده تلاقيني ايه مش لاقي كورتي صح؟ لا يا حبيبي مش اقول، انا اقول بس كده الحمد لله. لكن انا اكتب لك نو مش هكتب عشان ما اخسرش. واجب علي مش انت كده تكسب بجو، اكتب احسن لي. لا مش هكتب يا حبيبي، لازم اكسب كده بالطريقه دي. قال له انا عارف ان انتوا بتشجعوني وعارف ان انتوا هتشوفوني وانا بكسب دلوقتي، خلاص انا المره دي لازم اكسب. ابو علي انا بص على وش حركات ازاي، او ماي جاد بص ازاي لازم في بعض. قال له اوكي انا دلوقتي نشوف كرسي. طبعا احنا كام واحد؟ ثلاثة. لا خلينا نركز، مش عايز اعد. بصوا زعبوا الله حركات عادي، انا نفس الكرسي. ايه ده وادي زعبوا انت ازاي ما انتش شايف الكرسي بتاعي؟ مش عارف ازاي قاعدين مع بعض كده. ابو علي احنا بص مطيبين، فريق واحد. فريق واحد؟ لا الكرسي مديني ضهره، ازاي اقعد على الكرسي والكرسي مديني ضهره على الواد؟ والله كده. طبعا عشان تقعد على الكرسي على الواد لازم تدخله على الكرسي من الوش بتاعه، يعني من قدام كده. انت وحظك بقى، ممكن الكرسي يديلك ضهره ما تعرفش تقعد، وكده تكون خسرت. طبعا اللعبه عباره عن حظ، طبعا حظ كبير. اجل انا مش هكسب يا حبيبي. ايه ده في هنا باركور على الواد؟ في هناك نور كده، ثانيه ممكن نشوف النور ده. وبعدين ايه الكره الغريبه دي؟ اوكي بنمشي عليها عادي. طيب نوت كراب علي، ليتس جو. ايه ده وقعت ليه؟ ثانيه اخيرا واحد من الجيش الالويه جه عشان يساعدنا عشان يكون عددنا كبير ونكسب جيش الحراميه. جيش الحراميه مش هيكسب يا حبيبي. اما نشوف الفرخه، اما نشوف. ليتس جو، عايز اطلع. لازم نيجي. لا وقعت، لازم نعدي من الناحيه الثانيه. اوكي هوريكم دلوقتي مين اللي لسه موجود. ابو علي خسروني بالحظ اصلا. خسروك بالحظ؟ ثانيه نوت كراب علي. يا سلام. اوكي مين اللي موجود دلوقتي؟ حركات الواد، حركات الواد، واحد من جيش ابو علي وواحد من جيش حركات. او حركات الخسر. او ماي جاد علويه الواد اللي كسب. ليتس جو. طبعا ده من جيش العلويه على الوش. واحد بيقول لي منور يا محمد حبيبي بنورك. اوكي حلو المره دي الماتش بتاعي، لازم اكسب مره بقى عشان كده. زعبوله انت بتجيب لي النحس، زعبوله وانت جنبي كده. ابو علي اعمل لك ايه تاني زي جنبي؟ ما تجيبش فيها حته ثانيه. اوكي المشكله ان انا عايز امشي والله، بس بيجيبوني جنبك تاني. راح بيك مش لاقي كوتش ليه؟ حركات كانوا يخسر والله. اوكي علويه الراوند الثاني. طبعا الموسيقى علويه اول ما بتفصل خلاص لازم نلحق كرسي، فتركيزي على كرسي. ليتس جو. اوكي 2 من شركه الحراميه. خطتي دلوقتي ان انا لازم اطرد واحد من شركه الحراميه عشان تبقى نسبه الفوز بتاعت شركه الحراميه قليله جدا. اوكي طبعا الواد ده بيكلمني عاوزني يشتت الانتباه بتاعي. طبعا قعدت على الكرسي. راح بيك موتوني. مولي مولي حركات خسر. الحمد لله نسبه الفوز بتاعتي دلوقتي علويه كبيره ان انا افوز. يا ابو علي طب انا ممكن افوز. اسكت بقى زعبول. ايوه اطرد زعبول. نار زبادي زعبول اللي كان اطرد والله. حظ الحمد لله ليه الكرسي في اخر لحظه. اوكي دلوقتي علويه واحد من الجيش، 2 من الجيش العلويه، يعني فرصه الفوز بتاعتي دلوقتي كبيره لان احنا كتير علويه من فريق العلويه ومعالي نوب. انا نوب يا واد وانت من الجيش العلويه. الواد بيقول لي نوب هو في الجيش العلويه. يا ابو علي خسروني. بص الواد النوب ده ايه ده؟ ده طلع غدار وحاطط على التيشيرت بتاع حركات. يا نار زبادي علويه ده طلع من الجيش حركات. هو انت يا حبيبي هو مش بيحبوني. اوكي الحمد لله لقيت كرسي كنت بتكلم وما كنتش واخد بالي. طبعا اللي اتطرد واحد من جيش العلويه بس مش مشكله كلنا طبعا بنضحي عشان انا اكسب مره. لا كنت اخسر علويه. الحمد لله يا لهوي ابو علي محظوظ والله كان بره كان هيخسر. اسكت يا واد الحق كرسي بليز. يلا بقى لحيت الكرسي. طبعا عمال يقول لي نوب احسن هو اللي اتطرد. دلوقتي ابو علي ضد الجيش الحرميه. انت مالي فاخر اكسب بالشاق. بس حركه لا يا علويه الكرسي مديني ضهره، الكرسي مديني ضهره. التحدي ده نوب محدش يلعب التحدي ده. الكرسي مديني ضهره ازاي اكسب والله يا علويه مش عارف العب عشان طبعا الكرسي بيديني ضهره. حظ عشان تقعد على الكرسي لازم وش الكرسي يكون ليك. طبعا لو عايزين تلعبوا اللعبه النوبه دي اعتذر قدامكم دلوقتي، هذه اللعبه روح العبوها جربوها قولوا لي رايكم. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا كسبتوا ولا لا، انتوا كسبتوا وفعلا قعدتوا على الكرسي ولا لا. احنا في سباق شكلنا. لازم بص علويا انا واقف وبعمل سباق. بصوا لوحده يا حبيبي احتراف. شايفين او ماي جاد عجبتك. ابو علي بيمشي لوحده على فكره. ايه ده بيمشي عندكم برضو؟ انا افتكرت انا بس اللي بمشي لوحدي. انت وانا ابو علي بنمشي كلنا بنمشي. اوكي بس طبعا التحدي ده هيكون احسن من التحدي التاني على الوحش، عشان التحدي التاني عباره عن حظ في حظ مفيش اي احتراف. الكرسي لما بيكون مديلك ضهره انت كده بتخسر، لازم الكرسي يكون مديلك وشه عشان تعرف تقعد. احنا دلوقتي طبعا هنبدا التحدي واوريكم التحدي ده عباره عن ايه. خليني جينا واحد بيودينا كده واحد يجيبنا كده. شايفين
بص نرجع تاني، ليتس جو. او ماي جاد، بنقعد نغير كل شويه. اوكي دخلنا التحدي على اللويه. التحدي ده بقى ما فيهوش حظ حركات، انا بدي بنش اكشمكم يا حبيبي. اوكي اما تشوف وطا، انا كنت لسه بتكلم. انت وادي بنش تخشيت، انا مش لسه عايق. قول لي على اللويه حركات كده، انا فهمت الطريقه بتاعته، بيكلمني عشان انا اركز في كلامه وابص عليه، بعد كده اموت خلاص، مش هخسر حركاته. فهمت طريقتك ابو علي، ايه ده زعبل انت اللي موتك. اوكي دخلنا تحدي تاني، ليتس جو. عايزين دلوقتي على نكسب. احمر 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 احمر، هنيجي هنا علي، لازم اقف قدام البلوك الحمراء. بالظبط كده، ركز يا زعبول. دلوقتي دارك جرين دارك جرين دارك جرين هنا. واجب علي مش انا بشوف اللي مش شكله بقى قدامه. بالظبط كده، حركات فين حركات ايدك اهو. اخضر ماليش دعوه بحركات، عايز اكسب، افضل واقف في نفس المكان. اوكي اخضر انا كده على اللي بكسب. طبعا هتبقى سريعه دلوقتي وهنخسر. اما نشوف يلو جرين، طبعا الاخضر الفاتح. اوكي اوكي على الواد، دلوقتي بقى هنروح عند جري 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 جري. هو ده هو ده، يب علي انت كنت هتموت. ليه ما كنتش مركز؟ ثانيه ولا حركه فرخه. اسود اسود اسود، انا مالي مش هنكسب يا حبيبي. اوكي ما نشوف يا حبيبي مين اللي هيكسب دلوقتي. جرين على الواد اخضر، طبعا البتاعه هتكون سريعه دلوقتي، واللي مش هيلحق مننا هتطيره. يلو يلو جرين يلو جرين، لا لا يا حركات يا نوب، حركات مش ايدك، خلينا نمشي مع اللي بعد كده خسرني. طب انا ودي ودي يا حبيبي، انا مش عارف وانا اشلع. انت عندك عبء الوان اساسا، انا ايه اللي بيخليني امشي ورا واحد عنده اصلا عبء الوان؟ طب علي بقى بطريقه مضحكه، هو حركات النوب. زعبولة بص عايش معاه واحد من الجيش الحربيه ومعاه برضه ناس تانيه. اوكي اوكي طبعا انا ممكن اشتري حاجات مننا على البتات مثلا. خلينا نشوف البتات. واو ما شاء الله، بتات جميله جدا. طبعا البتات دي على جامده جدا. فين البتات؟ الو ممكن نروح هنا كده، ممكن نلاقي بتات. ايوه هنا كده، يب ممكن نشتري بتات من هنا تزود لنا نسبه الحظ. اول حاجه الكلام دوت يعني طبعا بنفتحها تقريبا بالجواهر، مش عايز تفتح ليه؟ الو بيقول ان انت طبعا يعني احنا ما لعبناش وكسبنا، لازم نكسب عشان نقدر نفتح بتات وكده. اوكي فتحنا بيضه تقريبا. واو طلعت لي نمر. فين النمر؟ نمر 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 بسرعه. يلا ابو علي احنا دلوقتي بقى معانا النمر، خلينا نشوف النمر النموره. ليتس جو نمر. يا نهار زبالي انا نسيت. اوكي اللون، بص على النمر بتاعه صغير ازاي، كل ما يلعب معايا ماتشات كل ما يكبر كده ويكون كبير. اوكي خلينا نقف هنا علي، انت بص على فكره كنت هتخسر برضه، ركز يا ابو علي. طيب طيب ماشي. دارك ريد دارك ريد دارك ريد، ليتس جو. هو ده. اوكي 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 شايفين، احتراف ابو علي هو اللي يكسب يا حبيبي. عايزين نروح حد بنفسجي. وادي ماني مش انت هتكسب يا حبيبي، اللي يكسب البيادي. اما نشوف دلوقتي تحدي، نشوف مين اكتر واحد محترف هيكسب، انا ولا زعبولة ولا حركات. يلا علو انزلوا شجعوني في الكومنتات بسرعه. يلا اللي ما بيش اكتبوا في الكومنتات حركات حركات متحكم ولا يكسب. ابيض ابيض كنت هموت. انت وادي اليوم ولا مش هتكسب. هنشوف اما نشوف اما نشوف، خلينا بس اركز في الالوان، محدش يكلمني. دارك ريد ليتس جو، هو ده. اوكي بعد كده ايه علوه؟ جرين 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 جرين، ليتس جو، هو ده. اوكي طبعا البرج ده هيبقى سريع، شوفوا اللون بقى بيخلص بسرعه. يلو هو ده. او ماي جاد بصوا كم واحد مات، زعبولة لسه عايش. على الاخر واحد. ايه ده زعبولة مات؟ انا لازم اموت طبعا، انت قريت عليا. مش عارف بس اعمل ايه، بس انتوا ليه بتجيبوا سيرتي؟ اوكي او ماي جاد انا كنت اموت، حركات كان يموت برضو. يب الحمد لله احنا عايشين. واجب علي مش ولا كنت هموت مش بثواني. حركات واحد من فريق الحراميه معاه، اتنين حراميه على واحد ما ينفعش. فانت امسك واحد مش من بوتك احنا. تموتوني انتوا طبعا، لازم تموتوا انتوا فريق حرامي. ايه ده الحمد لله واحد منهم مات، واحد منهم مات. بسرعه 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 بسرعه، بلاك بلاك بلاك. اوكي يلا يلا حركات النوم. ابو علي اكسب يلا. طيب طيب ماشي ماشي حركات، يلا اكسب انت كمان. ده يا زعبول يا دوب انت مشجع يا زعبول يا غض. انا وحركات موت وطا، حركات وقع برضو. انا مش وقعت مش انت وقعت قوي، يعني انت لما تقع انا يا نهار زبادي على الحظ، والله يا حظ وحش جدا النهارده، مش عارف اكسب ولا ماتش واحد ولا ماتش واحد، بس انا واثق فيكم ان انتوا هتجيبوا لي الفوز وتكسبوني. يلا علوي طبعا اللي عاوز يلعب اللعبه دي هتظهر قدامه دلوقتي، هي دي اللعبه، روحوا جربوها وقولوا لي رايكم، وانا وحركات وزعبول هنستمر في اللعب، وانتوا كمان ممكن تلحقوا تقولنا كمان دلوقتي على اللعبه دي. نشوفكم بكره في تحدي جديد، سلام.